ولمزيد من التفاصيل حول جلسات الحوار الوطني غدا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ جمال، بعد التحية، أعلنت إدارة الحوار الوطني عن انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي غدا الاثنين وعلى مدى 4 أيام، هل لك أن تطلعنا على مزيد من التفاصيل بشأن المحاور التي سوف تناقشها الجلسات غدا؟ نعم، يعني غدا ستنطلق أولى الجلسات في صباح الساعة 11:00. بتتناول الجلسة الأولى غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم والسيطرة على الأسواق. الجلسة الثانية المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير سواء في الصناعة أو الزراعة أو السياحة. الجلسة الثالثة السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي. وستكون هذه الجلسات متخصصة ومغلقة ويشارك فيها نخبة من المتخصصين والخبراء الاقتصاديين وأهل الاقتصاد. لكن أستاذ جمال، على ذكر أن الأستاذ ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني قد أعلى أن الجلسات سوف تكون مغلقة وأيضا غير معلنة، ماذا عن المخرجات التي سوف يتم إخراجها من هذه الحوارات أو الجلسات في الحوار الوطني غدا، ومن المتوقع أن تطرح في هذه الجلسات أيضا؟ يعني احنا يعني هي الجلسات ستبدا من الاثنين وتنتهي يوم الخميس، وبالتالي عقب كل يوم متناول 3 جلسات ستكون هناك مخرجات ونتائج. في نهايه النقاشات ونهايه الجلسات سيتم على الفور رفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كالعاده وفقا لما هو متبع في الحوار الوطني منذ بدايته وانطلاقه. والسيد الرئيس يحيلها اذا كانت تحتاج الى قرارات تنفيذيه يحيلها الى الحكومة، وإذا كانت تحتاج إلى قرارات تشريعية يحيلها إلى مجلس النواب. نعم، منذ قليل التقى رئيس مجلس الوزراء بأعضاء الحوار الوطني، وتم الإعلان أيضا عن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى. كيف ترى تعاون الحكومة مع إدارة الحوار الوطني في هذا الصدد؟ يعني في الحقيقة هناك تعاون مثمر ويعني اهتمام كبير من قبل الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة بشأن يعني التعاون والتنسيق الكامل مع إدارة الحوار الوطني. كما أنه الدكتور مصطفى مدبولي وجه الحكومة وكل المؤسسات المعنية بسرعة يعني تنفيذ المخرجات والتوصيات والتعامل معها والتفاعل معها بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالنسخة الأولى. أما فيما يتعلق بالنسخة الثانية أيضا هناك يعني توجيهات واضحة لمشاركة وسلبية الحكومة لدعوة مجلس الأمناء بمشاركة الحكومة وفق في الجلسات كل وفق تخصصه، وبالتالي هذا يعني تكثيف للوقت، اتساع لدائرة المشاركة والتفكير، تنوع في الرؤى، وهذا من شأنه حسم سريع على طاولة النقاش. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال الكشوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كنت معنا عبر الهاتف.